معي في مطبخي ملح وسكر. اليوم كيف كتشوفوا امامكم اختاريت نقدم لكم واحد الكيك مميز مختلف على الكيك اللي كنعرفوا الجميع، وهو الكيك بالقرعه الخضراء والشوكولات. اذا تابعوا معي المقادير وطريقه التحضير. كمقادير لهذا الكيك هذا، نبداو ان شاء الله بالعنصر الاساسي في هذا الكيك اللي هو القرعه الخضراء. عندي هنايا ربعه 250 غرام ديال القرعه الخضراء، عندي هنايا 100 غرام ديال السكر الحبيبات صغيره، عندي الفاني خنيشه الفاني، 3 د البيضات، عندي 50 غرام ديال النشا، عندي 100 غرام ديال الدقيق هنا على حسب اللي غادي تجمع ليا الخليط، عندي واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، وعندي قبصه ديال الملحه، وعندي هنايا واحد 200 غرام ديال الشكلاط، يعني الطراف اللي ذوبته كيف كتشوفوا في حمام مريم. وبطبيعه الحال عندي واحد الباتور اللي غادي نخلط فيه هاد المواد هذه. نقوموا بها قبل ما نبداو نطربوا البيض والسكر، ناخذوا القرعه ديالنا. القرعه ديالنا غادي نحاولوا اننا نزولوا لها هاد الريوس ديالها بالسكين، وغادي نقشروها، ما غاديش نخليوها هكا وانما غادي نقشروها. ناخذوا واحد القشاره بحال هذه ونبداو هكذا نقشروا هاد الخضوره هذه، ونحطوها فواحد الطبصيل اللي غادي نحكها في هاد الحكاكه الغليظه. اذا انا غادي نكمل نقشر القرعه كاع اللي عندي، ونتلاقاو باش نشوفو كيفاش استعملت او حكيت هاد القرعه هادي. قشرت القرعه، كناخذو هاد القريعه هادي كيف كتشوفو، غادي نبقى نحكها بهاد الطريقه هادي، نحكها من الفوق للتحت، يعني ما نبقاش ندي فيها ونجيب باش ما تصغر لياش الحبه. غادي خصها تكون عندي كيف كتشوفوا هكذا، يكونوا الحبات عندي طوال، يعني القشور يكونوا جوليان. اذا انا غادي نستمر نحك هاد القرعه هادي هكذا، نوجدها امامي، وديك الساعات نشرعوا على بركه الله في التراب ديال البيض ومع السكر. شوفوا معي هنايا القرعه راني ساليتها من الحكان، الان غادي نزيدوا هنايا البيضات باش غادي نخلطوا. عندنا هنايا قلنا السكر، نزيدو القبصه ديال الملحه، غادي نزيدو غير شويه، ونحطو الفاني. اذا ونشرعو بسم الله. انا غادي نبقى نخلط حتى يبيض الخليط ويرغوي. طربت الخليط كيف كتشوفوا وترغوا ولا بحال لاموس. الان غادي نضيف الشوكولا اللي قلت لكم عندي 200 غرام واللي ذوبتها في حمام مريم. ممكن انكم باش يسهل عليكم التذواب ديالها انكم تزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. اذا انا غادي نضيفها لهنا هكذا مع الخلط. نخلط غير هكذا بشويه، غادي نكمل الخلط ديالها. خلطت الشوكولات مع البيض، الان غادي نزيدو هاد القرعه هادي، نضيفوها هكذا بواحد المعلقه، نضيفو ونخلطو بواحد الفوي. ديك الساعات نكونو زولنا الباتور، غادي نخلط هكذا نديرها كامله. اذا قلنا هنا عندنا 250 غرام ديال القرعه محكوكه، اذا غادي نخلط، نزيد معها لا مايزينا، انا عندي مغربله، وغادي نخلط غير بشويه هكذا. قلنا 50 غرام ديال المايزينا او النشا، ونخلطو الان باضافه الدقيق وهذيك الخميره ديال الحلوه. اذا غادي نبقى نزيد شويه بشويه وانا تنخلط باش نشوف
المقدار ديال الدقيق اللي دخل ليه هنايا. كنا قلنا هنا عندنا 100 غرام، غادي نحاولوا باش ما تجيناش جاريه، يعني تجي بحال شكل ديال الكيك عاديه. يعني غادي نبقى نضيف، ديك الساعات غادي نشوفوا على حسب الدقيق واش يشرب ولا لا، ونتلاقى باش نشوفوا الشكل النهائي ديال العجينه ديالنا. هي العجينه ديالي خدات ليا 100 غرام ديال الدقيق، زدت معها غير واحد المعلقه كبيره. هنايا عندي واحد المول او القراص كيف كتشوفوا اللي كيتفتح. نعطيكم واحد لاستيس باش توضعوا فاسيلمون يعني بكل سهوله هاد الورق ديال الزبده بلا ما نضلوا نقطعوا هكذا، نقيسوا ونقطعوا من بعد نحطوه. غادي نحطوا هكا الورق فوق هاد اللاطا التحتانيه، ونحطوا هنا الاطار، هاد الاطار هذا، ونسدو نزيرو ونسدو. كناخدو كتشوفوا هكا ها هو الان ملبس ومزير هنايا، مزيره يعني ما يزولش. غادي ناخدو المقص ونقطعو المقص ديالنا، ونقطعو هاد الزائد من الورق هكذا، نكونو يعني سهلنا على راسنا الخدمه، وما نبقاوش عاد نقيسو القياس، ربما تجينا الورقه ناقصه في الداخل المول. هكذا ها هو هذا. انا هاد لافينيسيون جات مزيانه، شوفوا حتى من الداخل كيكون مسدود مزيان. انا الان غادي ندهن غير هاد الجوانب، واخا انا عارفه هاد المول عندي مزيان ما كيلصقش، ولكن احتياطا انا غادي ندهن بالزبده وندردر الدقيق، ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نفرغوا هاد العجينه هادي. المول ملبس ومدهون في الجناب بالزبده، ودرت له الدقيق. الان بقى لي هاد العجينه غادي نفرغها. دائما كيف كنقول لكم خصنا نعليو يدنا باش هذاك الهواء يبقى دائما في الخليط. اذا انا غادي نفرغ المحتوى ديال العجينه. الفران بالنسبه للفران ديالي راني سخنته من قبل ما نبدا الكيك، راني خليته حتى يسخن ونطيبوه من التحت، ومن بعد بحال هكذا غادي ندخلو الفرن، غادي نخليه يطيب من التحت ومن بعد يتحمر لي من الفوق بعد ما يدوز عليه واحد 20 دقيقة أو 25، عاد نفتح عليه باش نشوفو واش طاب بواحد لو كوغدون، نشوفو واش العجينة طابت لنا ولا مازال ما طابتش، وديك الساعات نتلاقاو باش نشوفو التقديم النهائي ديالو. شوفوا معايا هنايا الكيكه ديالي راني خرجتها من الفران باش نتاكدوا انها طابت. كندخلوا واحد لو كوغدون، هي كتاخذ شويه ديال الطياب، والنار كانت يعني متوسطه. هنايا كتشوفوا المنظر ديالها، هذا راه غير الوجه ديالها، ما عملت ليها حتى شي حاجه، وكتجي على شكل براونيز. اذا انا غادي نزينها هنايا، كيف كتشوفوا عندي واحد شويه ديال القشده الطاريه اللي خفقتها، وغادي نزينها بهنايا بواحد الحبات ديال الفريز باش نعطي واحد الخدعه لوليداتنا باش ما كيعرفوش اننا شنو كاع درنا فيها، ونتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نزينوها.